طيب برضو من الأخبار الخاصة بالتعليم إنه وزارة التربية والتعليم أكدت بدء امتحان الدور الثاني لتلاميذ الصف الرابع ابتدائي، هيبقى من بكرة 17 يوليو وهتستمر على مدار 5 أيام. والوزارة وزارة التعليم أعلنت عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني، وده وفقا للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، وده هيبدأ بامتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.